شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في انطلاق أعمال الجمعية العامة السابعة واربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تقام في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا الصديقة وألقى فخامة الرئيس جواو لورينزو رئيس جمهورية أنغولا كلمة عرب فيها عن الاعتزاز والفخر باحتضان الجمهورية لأكبر تجمع برلماني في العالم مؤكدا الدعم والمساندة للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي في بحث ومناقشة الموضوعات التي تسهم في استمرار التنمية والتقدم في الدول مشيدا في الوقت ذاته بالدبلوماسية البرلمانية وما تحققه من نتائج مثمرة في تحقيق السلم والأمن الدوليين وألقت معالي السيدة كارولينا ساكيرا رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا كلمة رحبت فيها برؤساء وممثلي برلمانات دول العالم المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مؤكدة حرص أنغولا على دعم جهود الاتحاد في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في دول العالم كافة.